اليوم نحن في لقاء الجزائر في تاريخ 7/8 يوليوز، اجتماع خبراء من أجل إعداد دليل وتقرير حول المشاركة الشبابية على ضوء التجارب المدنية بالعالم العربي، من أجل تثمين المكتسبات وتطويرها وتعزيز دور مشاركة الشباب في اتخاذ القرار على المستوى المحلي. هناك تجارب متعددة على مستوى المواطن العربي، نحاول أن نوفق ما بين يعني مجموع النقط المتقاطعة ما بين التجارب على المستوى العربي من أجل وضع دليل عملي يحث الشباب ويضع لهم مجموعة من التصورات الأولية من أجل المشاركة على مستوى بلدياتهم ومقاطعاتهم المحلية. اليوم في الجزائر نكرس نوعا آخر من الديمقراطية التشاركية من خلال يعني رصد مجموعة من التجارب على المستوى المحلي بالمغرب، بالجزائر، بتونس، بليبيا، بموريتانيا، لبنان، مصر، من أجل يعني وضع خطاطة عملية يعني تدبر عملية المشاركة على المستوى المحلي للشباب. نحن اليوم في الجزائر نحاول أن يعني أن نتبادل ونتقاسم التجارب، ثم نضع منهجية عملية تفرغ جميع التجارب المدنية على المستوى المحلي من أجل تثمين هذه المكتسبات وتطويرها وتعزيزها من أجل مشاركة شبابية فاعلة ومتألقة.